شاش راسي وابتداها جسيل اضم القيود مذهلة يا بحور الشعر هاتي الفريد جزالها وامدح اللي دوم بالغزة الفاهم الضيوب أمها أم الكرم والجزول أفعالها 0204007008 استوديوهات تم التسجيل والمكساج في استوديوهات شاش راسي وابتداها جسي نظم القيوب يا بحور الشعر هاتي الفريد اجدالها وامدح اللي دم بالعزة الفها الضيوب امها ام الكرم والجزول افعالها افعالها انضم انضم يا القلم لا القصايد والحروب وامدح اللي شامخه في حدود اجدالها ام ياسر لجلها ننضم الجزل صفوف الكرم والجود والطيب بعض خصالها احمرت عين المها واذهلت كل من يشوف ايه منيرة مذهلة طيب الله بالها اي بالها هاتوا الريحان والورد من كل الصنوف واشعلوا الحملة زغاريد وقت وصالها لو كتبت المدح فاقات وزاياها الوصوف ما توفي ام ياسر كبار اجدالها افرحي ام الاميرة عسى الفرحة وقوم والسعادة في حياتك بكل اقبالها اقبالها ام ياسر مدها دوم بالعليا ينوم طبعها الاخيار واهل المرور ورجالها بنت شيخ بالكرم والجزيلة تمحفو طول الله عمرها سعادتنا لها شيخة الشيخات ورجالها مثل السيوب أم ياسر لا تباهات يليق قبالها ما توفيها القوافي لو انسجها الضيوب مديت عدا معالي شموخ جبالها شاش راسي وابتداها جسي نظم القيوب يا بحور الشعر هاتي الفريد اجدالها وامدح اللي دوم بالعزة الفها الضيوب أمها أم الكرم والجزول أفعالها أفعالها انضم انضم يا القلم لا القصايد والحروب وامدح اللي شامخه في حدود ولا هم ياسر لجلها ننضم الجزل صفوف الكرم والجود والطيب بعض خصالها أحمرت عين المها وانهلت كل من يشوف إيه منيرة مذهلة طيب الله فالها أي فالها هاتوا الريحان والورد من كل الصنوف واشعلوا الحملة زغاريد وقت وصالها لو كتبت المدح فاقات مزاياها الوصوف ما توفي ام ياسر كبار اجدالها افرحي ام الاميرة عسى الفرحة وقوم والسعادة في حياتك بكل اقبالها اقبالها ام ياسر مدها دوم بالعليا ينوم طبعها الاخيار واهل المرور ورجالها بنت شيخ بالكرم والجزيلة تمحفو طول الله عمرها وسعادتنا لها شيخة الشيخات ورجالها مثل السيوف ام ياسر لا تباهات يليق قبالها ما توفيها القوافي لو انسجها الضيوف مديت عدا معالي شموخ جمالها 0204